السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين، مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الثلاث الموافق 15 أغسطس 2023 من الميلاد. حلقة النهاردة حلقة لطيفة وأخبارها الحمد لله لطيفة، ما فيهاش أخبار تغم، يعني الواحد محتاج يسمع أخبار حلوة ومفرحة وتدعو للتفاؤل كده. الحمد لله أخبارنا كلها حلوة، حتى فقرتنا الحوارية النهاردة كمان حلوة لأنها ليها علاقة بالفرح والإنجاز وولاد مصر اللي شرفونا ويرفعوا راسنا وهم بيمثلوا أمل بكرة. كمان معايا النهاردة أبطال ونجوم منتخب مصر الناشئين في كرة اليد واللي حصل على المركز الرابع في بطولة العالم في كرواتيا اللي انتهت أول أمس. طيب تعالوا نبدأ بموضوع الحقيقة مفرح ومبشر، مفرح ومبشر. انتوا عارفين انه من بعد 2013 واحنا قدام جمهورية جديدة او بلد جديدة بتتأسس وبتتبني وبتتعمر وبتتخطط بعد سنوات طويلة جدا كان فيه اهمال لملفات كتير ومرافق كتير وبنية تحتية واساسية كتير. واحد من الملفات اللي كان له اهتمام كبير خصوصا من القيادة السياسية من بعد 2016 هو ملف تطوير المواني، ملف تطوير المواني. والحقيقة الملف ده اتعمل فيه شغل كويس على مستوى تطوير المواني من حيث البنية التحتية ومن حيث الأرصفة والتجهيزات والتحديث و و و و بس كان طول الوقت هذا الملف نقصه حتة، نقصه حتة. كان بيتم تطوير المواني علشان تستقبل السفن وتستقبل التجارة وما إلى ذلك، بس أنا كنت مفضل إن شيء كمان يتم عليها عشان الملف ده يبقى متكامل ويبقى هو القاطرة بتاعة التجارة والاقتصاد في مصر لسنوات كتير جاية قدام، ألا وهو حاجة اسمها تجارة الترانزيت. وده اللي الدولة المصرية ابتدت دلوقتي تعدل كمان تطوير الملف عشان تضيف عليه هذا المحور المهم جدا. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاجتماع اللي عقده النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة كان متعلق بان ازاي التطوير اللي حاصل منذ سنوات في مواني مصر يتم تعديله وتطويره علشان تبقى مواني مصر جاهزة تماما لتجارة الترانزيت. يعني ايه تجارة الترانزيت ببساطة كده علشان الناس اللي مش متخصصة قوي ربما ما تبقاش مستوعبة القصة؟ تجارة الترانزيت يا سادة هي التجارة اللي قامت عليها، وانا الكلام اللي انا بقوله ده لا فيه لا تهويل ولا مبالغة، لا تهويل ولا مبالغة، تجارة الترانزيت دي تجارة قامت عليها اقتصاديات دول باكملها، يعني ما عندهاش حاجة تانية لا زراعة ولا صناعة ولا بتاع، قامت بس على تجارة الترانزيت. تخيلوا تجارة الترانزيت دي معناها ان انا عندي ميناء المركب او السفينة او الباخرة جاية في رحلتها، مش الهدف انها تصل الى الميناء اللي عندي سواء ميناء اسكندرية او ميناء السخنة او ميناء دمياط او كذا، لا هي رايحة مثلا الامارات او راحة الهند فبتمر على المواني المصرية. زمان ما كانتش بتمر على المواني المصرية، ليه؟ لانها مش هتلاقي خدمات على المواني المصرية فبالتالي مش هتمر، كانت بتقف في اول هب يعني محطة تنفع للترانزيت. الكلام ده بقى كان بيحصل في دبي او في ميناء خليفة في الامارات او في سنغافورة او في الفجير، المواني المجهزة. بيحصل ايه بقى في الترانزيت ده؟ بتقعد لها نص ساعة، ساعة، يوم، وبعدين بتكمل رحلتها. كل الخدمات واللوجيستكس والامدادات اللي بتحتاجها السفن بالاضافة الى الاصلاحات وقطع الغيار كل ده متوفر في المواني اللي انا بقول لكم عليها اللي هي تصلح تبقى اسمها هبز او موانئ ترانزيت متكاملة. كل ما تحتاجه السفن سواء نقل ركاب او نقل بضائع بتحتاجه في هذه الموانئ بتلاقيه في المواني اللي اسمها مواني ترانزيت، عشان كده بتدر دخل على الدول اللي موجودة فيها
دخل رهيب. مش هبقى ببالغ لو قلت لكم انه دولة زي سنغافورة. في ناس كتير تعرف ان سنغافورة هي بلد صغيرة في شرق اسيا، وفي ناس كتير حتى ما تعرفش مكانها فين، وهي بالفعل دولة صغيرة الحجم جدا من حيث المساحة، صغيرة العدد من حيث السكان، كبيرة الوزن جدا 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 في الاقتصاد العالمي. السبب تجارة الترانزيت. دولة قامت على تجارة الترانزيت، اللي هو سلام عليكم اللي معدي من هنا اوفر له اللي هو محتاجه، سلام عليكم اللي معدي من هنا اوفر له اللي هو محتاجه، كان نقلا للبضائع او نقلا للركاب. الركاب ينزلوا في تجارة الترانزيت دي، ينزل يلاقي فنادق في الميناء، ويلاقي اماكن استراحة، ويلاقي دورات مياه، ويلاقي كافيهات ومحلات ومطاعم ياكل ويشرب ويستريح، ويلاقي بعض المحلات والبازارات وبتاع يشتري سوفونيرز ويشتري كل الاشياء اللي ناقصاه وبتاع، خدمات متكاملة. ده بالنسبة للراكب. والمركب تلاقي وقود، وتلاقي شحم، وتلاقي صيانة، وتلاقي اصلاح، وتلاقي مهندسين، وتلاقي كل اللي محتاجاه المركب واللي على المركب موجود في الميناء. فبالتالي ميناء الترانزيت رغم ان هو مش ديستنيشن يتحول الى ديستنيشن، رغم ان هو مش ديستنيشن يعني مش ميناء الوصول الاخير، لكن يتحول الى ديستنيشن مهم او بوينت اوف اتراكشن، يعني مركز جذب مهم للسفن، لانها هتلاقي الخدمات وكل اللي تحتاجه سواء بضائع او ركاب. سنغافورة كده، وكل الموانئ المهمة اللي في الصين وفي الامارات قامت على فكرة تجارة الترانزيت. وممكن لو سمحتوا لي بس لحد بكرة كده هعمل لكم سيرش وبحث كويس واجيب لكم الارقام والدخول والايرادات التي تدخل سنويا لموانئ الترانزيت دي بالعملة الصعبة بالدولار وباليورو وكذا، عشان تعرفوا ان في اقتصاد دول كاملة قايم على الحكاية دي. مش محتاجين موارد تانية، لا محتاجين يزرعوا ولا يصنعوا ولا بتاع، هم محتاجين بس يظبطوا القصة دي وظبطوها وانطلقوا. معظم، مش عايز الكل عشان التعميم غلط، بس معظم النمور الاسيوية واقتصاديات الدول الاسيوية اللي احنا قلنا انها انطلقت واصبحت نمور واسود قامت على التجارة، ومنها بشكل اساسي تجارة الترانزيت وتجارة الخدمات. تجارة الترانزيت وتجارة الخدمات. دبي هذه الايقونة، الايكون اللي احنا كلنا بنتكلم عنها باعتبار انها حلم، مش احنا كمان كعرب عايزين نوصل له، لا ده في دول اوروبية وغربية بتقول ان دبي سبقتها وبيحاولوا يوصلوا لها. دبي بالمناسبة ما عندهاش موارد، يعني يمكن ابو ظبي فيها شوية نفط وباقي الامارات الخليجية شوية، لكن دبي النفط فيها قليل جدا. سياحة ما عندهاش سياحة، ما عندهاش اثار ولا مقومات سياحية. زراعة طبعا انتوا عارفين ما فيش، لان المياه هناك شحيحة والاراضي مش كلها صالحة للزراعة. معادن وثروات ما فيش، ومع ذلك دبي دبي. ليه؟ تجارة الخدمات تألقت وتفوقت في تجارة الخدمات، فاصبحت عاصمة العالم. كل العالم بيروح لدبي عشان بياخد احسن خدمة فيها، خدمة بيزنس، خدمة مواني بقى، خدمة اتصالات، خدمة اي نوع من انواع الشغل اللي خلقه ربنا، احسن سيرفيس بيقدم له في دبي. فلازم تتفوق انت كمان في حاجة، وتشوف اللي سبقك، عشان احنا ما بنخترعش العجلة، نشوف اللي سبقونا دول سبقونا ازاي. ما هو احنا كنا عمالين نقول في الخمسينات كنا احنا وكوريا الجنوبية مع بعض كده، ومش عارف في السبعينات كنا احنا واليابان مش عارف ايه. الناس دي سبقت واحنا وقفنا، عشان احنا ما طورناش تفكيرنا، ما طورناش بنيتنا، ما طورناش الاليات اللي بنشتغل بيها. لسه قايمين على ان عندنا اهرامات ومتحف وكذا لازم الناس تيجي تشوفهم، وعندنا قناة السويس ربنا يحافظ عليها بتجيب لنا دخل وكذا وكذا، لكن ما تواكبناش بقى وزودنا على الحاجات المهمة دي الالات والاليات والافكار الجديدة اللي العالم كله سبقنا بيها، ومنها كل قارة اسيا الا وهي تجارة الخدمات وتجارة الترانزيت. عشان كده انا في منتهى السعادة النهاردة انه رئيس الوزراء قال كده توجيهات القيادة السياسية انه كل المواني تهيئ وتكيف ويتم تطويرها لكي تكون جاهزة ومستعدة لتقديم تجارة الخدمات وتجارة الترانزيت الى كل السفن والبواخر العابرة سواء كانت نقل او ركاب. ودولة رئيس الوزراء اعلن انه تم تشكيل لجنة على اعلى مستوى هي اللي هتتابع الاشراف على تطوير المواني وتجهيزها لكي تكون اعلى مستوى من مواني
استقبال تجارة الترانزيت. ولو ده حصل انا بقول لكم مصر والعملة الصعبة اللي هتخش مصر هتودينا في حتة تانية، هتودينا في حتة تانية خالص. النهاردة كمان رئيس الحكومة كان بيناقش مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ملف الكهرباء والسياسة المتبعة من الحكومة خلال الأسابيع الماضية، وهي سياسة تخفيف الأحمال، وكانوا بيشوفوا الدنيا واصلة لحد فين وإمتى ممكن ناخد قرار كحكومة يعني بوقف سياسة تخفيف الأحمال وخلاص إن الكهرباء ما تبقاش تقطع. انتوا عارفين إنه من شهر 7 ومع ذروة الحر والموجات الحارة الشديدة والضغط الشديد اللي حصل على الكهرباء وبسبب مشاكل لها علاقة بالوقود والمحروقات اللي بيخشوا عشان يشغلوا محطات الكهرباء، الحكومة قررت انها تاخد سياسة تخفيف احمال، فبقت الكهرباء بتقطع بمواعيد محددة على مناطق محددة في الجمهورية تقريبا بصفة يومية، واعتدنا على كلام ده خلال شهر 7 والايام الاولى من شهر اغسطس او نص اغسطس. الكلام بيتقال انه على نهاية اغسطس يعني قدامنا اسبوعين وسياسة تخفيف الاحمال دي تتوقف وترجع مصر منورة طول الوقت ان شاء الله بلا انقطاعات وبلا تخفيف وبلا ظلام. هذا الكلام على عهدة الحكومة، وانا اعتقد انه ممكن يبقى الكلام ده كمان قبل 9 لانه الموجة الحارة الشديدة خلصت ومتهيألي الاحمال مريحة شوية، مش عارف يا دكتور شاكر ولا لا يعني وزير الكهرباء، بس متهيألي انه ممكن قبل 1/9 نسمع قرار من الحكومة بوقف تخفيف الاحمال وعودة الكهرباء 24 ساعة لكل جغرافية مصر العربية. بعد أقل من 3 أسابيع يودع المصريون الأزمة المؤقتة التي تعرضت لها الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة والذي نتج عنه لجوء لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لخفض الضغط على شبكة الغاز. وهناك مؤشرات قوية تؤكد انتهاء هذه الأزمة المؤقتة أول سبتمبر المقبل مع انتظام ضخ الكميات المطلوبة من الغاز لتوليد الكهرباء. كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع الاستمرار في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكداً أن هناك مؤشرات قوية تؤكد تراجع كميات الأحمال التي يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء، وأن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لسرعة إنهاء الأزمة المؤقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية. فمحطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالي 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات. وأن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع، وأكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع. فإن جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء يتسم بأعلى المعايير الفنية بما يضمن سلامة المواطنين والمساواة بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، وأن مركز التحكم القومي للكهرباء من المتوقع أن يلجأ إلى تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بدءا من منتصف الشهر الجاري إلى فصل التيار لمدة 30 دقيقة بدلا من ساعة مرة واحدة يوميا على كل منطقة. فالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي وضعت خطة عاجلة لإنهاء أزمة الانقطاعات الناتجة عن نقص الوقود، وأن الخطة الهدف منها خفض استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وحل مشكلة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل للارتفاع الشديد في درجات الحرارة. طيب هتحدث معكم الآن عن ومع سيدة مصرية ومواطنة مصرية الحقيقة لها مكانة خاصة جدا في قلبي ملؤها الاحترام والتقدير، يعني مش بس علشان
هي مواطنة مخلصة ومنتمية جدا، ومش بس كمان علشان هي دمثة الخلق وصاحبة أخلاق رفيعة، لكن كمان نشاطها ومجهودها اللي كانت بتعمله سواء في عندما كانت تتولى منصب رسمي أو حتى عندما تركت المنصب الرسمي واستمرت في خدمة المجتمع وخدمة الدولة بشيء ومسيرة تستحق التحية والإعجاب. أنا هنا أكلمكم عن السفيرة نبيلة مكرم التي كانت تشغل منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج قبل أن تترك هذه الحقيبة الوزارية وتتجه إلى العمل الأهلي والمجتمعي من خلال مؤسسة فاهم للدعم النفسي والتي تشغل منصب رئيس مجلس أمناها. سفيرة نبيلة مكرم، مساء الخير يا نبيلة هانم وتحياتي. مساء النور يا أستاذ تامر وأشكرك. أنا اللي بشكر حضرتك، ويعني الرأي العام وجمهور المشاهدين خصوصا في آخر النهار بيقولوا لك مفتقدينك ودايما متألقة في النشاطات سواء كانت رسمية أو حتى لو كانت أهلية، العمل لا ينقطع. يعني متشكرة جدا جدا يعني لذوقك وذوق السادة المشاهدين، وبالتأكيد انه يعني الواحد في اي موقع او في اي مكان يقدر ان هو يخدم بيه، ده بالتأكيد اضافة ليه هو شخصيا، ومجال جديد بيتفتح ممكن ان احنا نستفيد بيه كلنا ونغير ثقافة ونغير اتجاهات ممكن ان هي تأثر على حياتنا وحياة ولادنا. مليون في المية. ببساطة كده لمن لا يتابع ولمن لا يعلم، على أي فلسفة أو أي أسس قامت مؤسسة فاهم؟ مؤسسة فاهم للدعم النفسي يعني أساس شغلها هو كسر وصمة العار عن المرض النفسي. هي مؤسسة توعوية بتهدف إلى يعني التحدث لكل شرائح المجتمع عن أهمية الصحة النفسية. زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين، احنا دايما في تابو او زي يعني بنرفض ان احنا ندخل ونتكلم في موضوعات الصحة النفسية والتعب النفسي. وكمان ساعات بيعتقد البعض ان المرض النفسي ده عقاب من ربنا او ان هو نقص ايمان، صح وما الى ذلك. لا، والمجتمعات او الاسر اللي بيبقى عندها مريض نفسي او اختلال نفسي في احد اعضائها بتبقى مكسوفة وكأن عندها سبة او عيبة. مظبوط، وده اللي بقصده ان احنا هدفنا ان احنا نكسر وصمة العار عن المرض النفسي لانه زيه زي المرض العضوي. صحيح. ليه حضرتك بتروح تزور اللي كسر رجله انما اللي كسرت نفسه ما حدش بيسأل عليه؟ احسنت. علشان كده احنا في مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والحقيقة اللي بتضم في مجلس أمنائها كبار الاطباء النفسيين زي استاذ الدكتور عبد الناصر عمر، استاذ الطب النفسي بان شمس، استاذة الدكتور عفاف حامد، الاستاذ الدكتور ناصر لوزة، معانا ايضا رجال اعمال. كلنا بنتكلم على ازاي نساعد ان احنا نغير ثقافة المجتمع المصري فيما يتعلق بالمرض النفسي. وعشان نعمل الموضوع ده لابد ان احنا نتحدث مع كل شرائح الولاد الصغيرين، طبعا في المدارس، الجامعات، بنتكلم مع المجلس القومي للمرأة. عشان اشتغل كان لابد ان المؤسسة تعمل بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع وزارة الصحة بالتأكيد، مع وزارة التضامن، مع المجلس القومي للمرأة، مع أيضا تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين. مزبوط. والحقيقة سعيدة أنه تم اختيار مؤسسة فاهم للدعم النفسي كشريك أساسي ووطني في منتدى شباب العالم لتنفيذ برامج صحة نفسية على أرض الواقع. البروتوكول اللي اتعمل والتعاون اللي اتعمل كمان ما بين مؤسسة فاهم ووزارة التربية والتعليم، حضرتك تشرحي لنا كده ملامحه. احنا عندنا شريحة الاطفال او الاطفال في المرحلة الابتدائية في المدارس بيتعرضوا لحاجات كتيرة يا استاذ تامر. طيب. تنمر، ظروف عائلية، سواء حالة طلاق أو سواء فقدان رب الأسرة. صحيح. حادثة، خبرة، تحرش، حاجات كتيرة جدا، والولد أو البنت ما بيبقوش عارفين يكلموا أو يعبروا. والحقيقة أنه في 8 مارس من العام الجاري كنت رحت وقابلت معالي وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي، واتكلمت معي على الكثير من الأطروحات فيما يتعلق بإزاي أن إحنا من خلال وزارة التربية والتعليم ومع الأطفال الصغيرين نقدر أن إحنا نساعدهم. فبنساعدهم إزاي في المدارس؟ النهاردة الحقيقة كان الإعلان عن أول برنامج من نوعه في مصر وفي الوطن العربي
بيتكلم عن تدريب الأخصائيين النفسيين في المدارس التجريبية في المرحلة الابتدائية. أي. مهمة الأخصائي النفسي مهمة. معلش أنا آسف للمقاطعة يا فندم، بس هو في أخصائيين نفسيين في المدارس؟ في. بجد؟ في. دي معلومة بالنسبة لي جديدة. في، ولكن طبعا مهمتهم للأسف ما كانوش مفعلين أو ما كانوش واخدين دورهم، أو حتى ما كانش من قبل إدارة المدارس يعني مدياهم صلاحيات واسعة في التعامل مع الطلبة. ده جانب، والجانب التاني إن احنا في حالة تطور مستمر في التكنولوجيا، في السماوات المفتوحة. يعني احنا عندنا الولاد، احنا في سننا ما كناش زي الولاد دلوقتي في المدارس. صح. احنا دلوقتي الولاد بتفكر بطريقة تانية، بتتعامل بطريقة تانية. فالحقيقة مؤسسة فاهم للدعم النفسي اشتغلت مع وزارة التربية والتعليم، وأيضا مع مؤسسة التعليم أولا ومؤسسة سيف إيجيبت. احنا عملنا برامج الحقيقة بتتكلم عن حاجتين. أول حاجة ازاي ان احنا ندرب الأخصائي النفسي ازاي يتعرف على مرض او تعب نفسي عند الاطفال. احنا عندنا مرض يا استاذ تامر زي الاي دي اتش دي اللي هو فرط الحركه، ده موجود بكثره في المدارس. صح. ولكن الكثير بيعتقد ان الولاد دول اشقياء، او الولاد دول مع اهلهم ما عرفوش يربوهم، انما الحقيقه الولد مريض وبيحتاج الى عنايه واسلوب مختلف حتى في المدارس. زي بالظبط الطفل اللي هو فاقد للنشاط وفاقد للحركه وغير مهتم وكذا، ده نقيض. ده بالظبط، انواع كثيره جدا. احنا بندرب الاخصائي النفسي، وده من خلال الحقيقه برنامج وضعه الاطباء النفسيين اللي ذكرت اسمائهم في مؤسسه فاهم. فهو احنا بندرب الاخصائي النفسي ازاي ان هو يلاحظ على الولد بعد ما يعرف اعراض كل الامراض النفسيه او التعب النفسي، ازاي يلقط الجزئيه دي. والجزء الثاني اللي بندربه عليه وده الاهم، ازاي يكلم مع الاسره، لانه عاده الاسره بترفض ان حد يقول لها انه ابنه او بنته عنده مشكله. فيقول لك لا انا ابني زي الفل، انا بنتي ما فيش زيها، انتوا بتتلككوا. ازاي هذا الاخصائي النفسي يبقى حلقه الوصل عشان يقدر يوصل هذه الرساله بمنتهى الدبلوماسيه. وكنت بال حضرتك معالي السفيره، المدارس فيها مشاكل كتير من النوعيه دي النفسيه، مش لازم نصل الى المشاكل اللي هو المرض النفسي الكامل يعني، لكن السكوت عنها هو اللي ممكن يؤدي الى الوصول لحالة المرضية اللي صعب التعامل معها. والحقيقة موضوعات زي الترابط الاسري وحالات الطلاق والانفصال، كل الحاجات دي بتأثر على نفسية الولاد، بس هم ده حتى على مستوى السمنة والرفع وبتاع والتنمر اللي بيشوفوه جوه الفصول وما الى ذلك، محتاج حد طول الوقت يظبط الامور دي نفسيا في نفوس ولادنا. لو حضرتك تفتكر البنت اللي ماتت بسبب التنمر في المدرسة. صح. من كتر ما البنات زميلاتها قعدوا يقولوا لها انت شكلك وحش، انت ازاي قعدتي معانا، انت والبنت من كتر ده حصل لها ما استحملتش. اهم حاجة بقى في هذه المنظومة مدير المدرسة، لان مدير المدرسة لازم يبقى على دراية كاملة بوظيفة الأخصائي النفسي ويشمله بالرعاية اللازمة وبالمساحة الكافية. وياريت والله كمان سعادة السفيرة، أنت عارفة أنا بحب دايما أفتي، بس أعتقد أن فتوية ممكن تيجي بحاجة كويسة. بتجيبي ممكن كمان في إطار البروتوكول، طالما القنوات مفتوحة كده مع وزارة التربية والتعليم والدكتور رضا حجازي، أنه هاي اللي بقى فيه تدريب وتأهيل للأخصائيين النفسيين علشان يتعاملوا مع الأسر ومع التلاميذ، وكمان ممكن المؤسسة عند حضرتك من خلال الخبراء والمتخصصين اللي اسمائهم طبعا عظيمة حضرتك قلتهم، ممكن يتحط بعض الإرشادات النفسية وبعض الأمور كده اللي تتحط بشكل فيه صنعة كده جوه المناهج، خصوصا في كي جي 1 وأولى وتانية اللي هي بنأسس فيها أولادنا، لو تأسسوا على إرشادات نفسية سليمة ممكن ده يساعدهم على تهيئة نفسية كويسة. الحقيقة احنا معانا يا أستاذ تامر في مجلس أمناء المؤسسة الأستاذة داليا إبراهيم رئيسة مجلس إدارة نهضة مصر. كويس. والحقيقة ان احنا عرضنا النهاردة في المؤتمر الصحفي كتيب بسيط جدا للأطفال ملون، الحقيقة أصدرته مؤسسة دار نهضة مصر، اسمه رامي فاهم جدا. والحقيقة شخصية كاريكاتورية لطفل صغير اسمه رامي، ورامي بيتكلم ايه اللي بيمر بيه، انا خايف، انا بسمع اصوات، انا اعمل ايه. طب يعني انا فكرتي هي ما طلعتش فاتية جامدة، يعني طلعت كويسة دايما بتتنفذ يا استاذ. الحمد لله، ربنا يخليك يا فندم. والاطباء النفسيين اللي معنا في المؤسسة في هذا الكتيب بيرشدوا الاولاد
لما تبقى خايف اعمل كذا، لما هاي. تسمع اصوات قول كذا. طيب الكتيب ده يجب ان هو يوزع في المدارس خصوصا في المراحل الابتدائيه وما قبل الابتدائي كمان. بالظبط، احنا زي ما حضرتك يعني عارف انه اي موضوع جديد لازم ان احنا بالتاكيد نطلع بمرحله اولى، عشان كده احنا صح. في المدارس التجريبيه في المرحله الابتدائيه هنبتدي البرنامج التدريبي يوم 19 ان شاء الله في المدينه التعليميه في 6 اكتوبر. هذا البرنامج سيتم تقييمه عشان نقدر نطور ونجود من هذه البرامج، ونقدر انه هذه البرامج بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم تبقى على مستوى المدارس كلها في مزبوط. الجمهوريه. مظبوط. انا بهنيك وبشكرك يا نبيله هانم، وطبعا لا يجرؤ عاقل انه يسال سيده عن سنها، فانا هكتفي بس ان انا اقول لك كل سنه وانت طيبه. وحضرتك لان طيب. انا عارف ان عيد ميلادك كان اول امبارح يوم 13. مظبوط مظبوط مظبوط. متشكره جدا. كل سنه وانت طيبه، وانت دايما بتثبت لنا ان العمر مش رقم، العمر طاقه وخدمه وعمل، وانت في ذلك الحقيقه مثال يحتذى به يا نبيله هانم. ميرسي لمحبتك وميرسي لكرم اخلاقك، متشكره جدا. شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللاسره الكريمه، شكرا جزيلا. بعد الفاصل نكمل، وعندنا لقطة لطيفة جدا جدا لها علاقة بأحمد العوض اللي بياكل كبدة ناية، واضح ان الكبدة الناية جابت نتيجة، وهقول لكم بعد الفاصل. واضح زي ما بقول لكم انه الايام اللي فاتت دي في اشارات بتخلي الواحد يعرف ويقرا الناس بشكل احسن. امبارح كلمتكم شويه عن تجديد الاهلي لتعاقده مع نجم وسط فريق الكره الاول بالنادي الاهلي محمد مجدي قفشه. وقلت لكم امبارح كلام كتير عن انه الحركه اللي عملها مجدي قفشه بانه هو وقع على عقود تجديده للاهلي على بياض من غير مساومه ولا فصال ولا طلب فلوس معينه ولا طلب مساواته بالفئه الاولى ولا قال لهم انا تحت امركم الرقم اللي هتحطوه ادي امضيته وتصرفوا. قلت لكم ان ده دليل على انه ايه؟ شاري النادي الاهلي وخادم للنادي الاهلي وعاشق للكيان ونفسه يساعد اكتر في انجازات الكيان. فده خلى كتير من الجمهور حتى اللي كان بيهاجم محمد مجدي قفشه قال لك لا، الحقيقه الحركه اللي عملها دي تبين معدنه النفيس، معدنه الاهلاوي النفيس. النهارده كمان لازم اعترف انا لحضراتكم انه محمد شريف مهاجم الاهلي والذي انتقل رسميا النهارده من الاهلي الى نادي الخليج في السعوديه اكتشاف كمان بالنسبه لي. محمد شريف كان بالنسبه لي طول الوقت لغز، بس ده على المستوى الفني. كان لغز على المستوى الفني. ليه؟ لانه زي ما انا قلت لكم كده محير جدا، محير جدا وغامض جدا. يوم هو محمد شريف المخيف، ويوم محمد شريف اللطيف الخفيف الذي لا تحس به ولا يمين ولا شمال، تحس انه في الملعب وجوده من عدمه. واليوم الثاني بولدوزر ومخيف ومرعب الحراس. يا ابني منين كده ومنين كده؟ حاجه غريبه جدا جدا. ثم كمان على المستوى النفسي كان بالنسبه لي لغز، اللي مش معقوله مهاجم ومحترف ومهاجم منتخب في مصر، في منتخب مصر ومهاجم النادي الاهلي، يبقى نفسيته عاملة زي ورقة السيجارة. الحركة اللي عملها معاه كان مين، كيروش ولا مين، الحركة اللي عملها معاه كيروش في البطولة العربية حطمته. كان واخده معاه في البطولة العربية وما بيلعبوش، وفي ماتش اعتقد مش فاكر كان ماتش ايه اللي نزل، وبعد 3 دقايق طلعه. والله ما انا فاكر افريقيا، افريقيا بطولة افريقيا صح، بطولة افريقيا نزل، وبعد كده حصل دروب مش عارف مين اتصاب ومش عارف ايه، فقام يطلعه. محمد شريف طلع وقتها، يعني نزل في الدقيقه 70، حصل حاجه في الملعب مين اتصاب، الدقيقه 75 قام مطلعه، ما لحقش يكمل في الملعب 3 4 دقايق. طلع على الدكه قعد يعيط، واللعيبه قعدت تهديه وبتاع، وقلنا خلاص طبيعي ان هو متاثر وبتاع، وكان عايز يخدم منتخب مصر وكان عايز يساهم في بطوله افريقيا وبتاع، طبيعي. بس قلنا الموقف ربع ساعه نص ساعه ليله ليلتين ويعدوا. لكن محمد شريف ما بعد هذه الواقعة غير محمد شريف قبل هذه الواقعة تماما. واحد تاني ناسي الملعب وناسي التهديف وفقد ثقته لنفسه وفقد ثقته قدام المرمى، واحد تاني. لكن رغم كل ده
اللي عمله محمد شريف واللي قاله النهاردة يقول لي انه برضو دور على المعدن يا ثامر، دور على معدن اللاعبين لو هو ده الاصل. محمد شريف عمل بيان بيهديه الى جمهورنا الاهلي، عندكم البيان ولا مش عندكم؟ بيان بيوجه فيه الشكر والكلام الى الجماهير، جماهير النادي الاهلي. والحقيقة لما سمعت الكلام قلت لا، الولد ده معدنه نفيس، معدنه ثمين، قايل كده محمد شريف اهو على حسابه الرسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية مين يكون معاه وفي ظهره النادي الاهلي ويقدر يتشرط او يملي شروطه عليه؟ انا بكتب البوست ده حابب اوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الاهلي، اولا الجمهور. انا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. كنتم انتم خير دعم ليا وخير سند في اوقات صعبة ليا وللفريق ككل، بشكركم وبعتذر عن اي تقصير في يوم حصل مني، وحتفضل اصواتكم دايما معايا وجوايا. يا اعظم جمهور في العالم، جمهور الاهلي هو من يصنع النجوم، دمتم نعمة. دمتم نعمة. والحقيقة البيان ده فيه ثلاث رسائل. الرسالة الاولى انه بيكذب كل الاشاعات اللي طلعت خلال الايام اللي فاتت انه بيتشرط على الاهلي، وقال ان انا مش هجدد مع الاهلي غير لما اقعد مع كولر واسمع من كولر وعد اساسي ان انا هلعب المهاجم الاساسي للاهلي. ده الكلام اللي اتقال من بعض الاعلاميين الرياضيين خلال يومين ثلاثة اللي فاتوا. فمحمد شريف في البيان بيكذب الكلام ده، بيقول ما خلقش وما جرؤش لسه اللي يتشرط على الاهلي، وانا مش مجنون ان انا اتشرط على بيتي والكيان اللي انا بنتمي له وبحبه. فنفى الحكاية دي جملة تفصيلا. اتنين، قال لك انا بعتذر عن اي تقصير حصل مني، وانا في رأيي ان هو قاصد، واعتقد ان هو ذكي وعارف، قاصد كاس العالم للاندية، لان كاس العالم للاندية دي بتاعتك يا ابو شريف. الانفراد اللي انت ضيعته واحنا نتيجة كانت 2-2 وبتاع وترد وتغلبنا من كان فرق البرازيلي اعتقد على البرونزية، فالناس مش ناسيه لك الانفراد العظيم ده اللي انت كنت سداح مداح لوحدك 40 ياردة لوحدك ورحت حطيتها في ايد الجون. فهو ده التقصير الاساسي لجمهور الاهلي مش ناسيه لك، لكن طبعا دي كورة وفيها توفيق وعدم توفيق. النقطة التالتة الاخيرة انه في منتهى الذكاء انه بيقول ان الاهلي في الاخر البيان، الاهلي بيتي والجمهور ده هو اللي بيصنع النجوم ودمتم نعمة. معناها ان لينا شوقة ولينا رجعة ولينا عودة، ومحدش يحرق المراكب قبل ما يمشي، ومحدش يحرق المراكب قبل ما يمشي، وده منتهى الذكاء. كل التوفيق ليك يا شرف، وانا متأكد ان انت بإذن الله هتكسر الدنيا، ويا بختك يا عم ويا حظك يا عم رحت لدوري النجوم، بقيت دلوقتي صفقة زي رونالدو وزي بنزيمة وزي نيمار. صفقة نيمار اللي تأكدت النهاردة لنادي الهلال السعودي، فخلاص بقيت وسط الكوكبة دي، وبقى لنا بس وبقى افتكرنا يا عم شريف. كل التوفيق ان شاء الله، ونجاحك وتألقك مهم للأهلي ولمنتخب مصر، ترجع لنا مهاجم عظيم للكرة المصرية ومنتخب مصر بإذن الله. طيب أخيرا قلتلكوا انه اكل الكبدة ني الظاهر بيجيب نتيجة، اكل الكبدة نية بيجيب نتيجة. احمد العوضي الذي عرف في الاوساط بانه من اكل لحوم مش البشر، من اكل لحوم الكبدة النية، وطلع مع الفنانة الجميلة اسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، هو بياكل الكبدة نية وحتى علمها تاكل ازاي الكبدة نية. ما طلعش من فراغ، طلع ان ده له علاقة بانه شهم وجدع واصيل وابن بلد. والحقيقة ان هي دي المواصفات اللي الناس كلها تعرفها عن العوضي. وانا عجبني قوي في العوضي حاجة، قبل ما اقول لكم هو عمل ايه كمان حلو، عجبني قوي حاجة قوي 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 في العوضي، انه الشهرة والفلوس بسم الله ما شاء الله، والنجومية، وحتى اقترانه بزواجه بنجمة كبيرة زي ياسمين عبد العزيز، كل الكلام ده يغيروا بلد، يقلبوا ويشقلبوا حال بلد. لكن الحقيقة احمد العوضي ما اتغيرش، فضل هو بطريقته وبحالته وبكاريزمته وبخلطته وبطبيعيته وبجدعنته زي ما هو.
درجة حتى لما كان عندي اسعاد يسأل لا على فكرة انا جاي لابس بدلة مخصوص عشانك انت ممكن اقلع مش قادر يعني هو كده وطبيعته كده وطريقة كلامه كده وطريقة اكله كده وبتاع ابن بلد وجدع وفطري وهلهلي وبتاع ملوش في الحاجات اللي فيها بكش بتاع النجوم يعني فانا عجبني قوي انه ما اتغيرش وربنا يحافظ عليه كده. العوضي كان قاعد هو وياسمين على البحر في شاطئ من شواطئ الساحل الشمالي في احدى القرى في الساحل الشرير في الساحل الشرير. فبيبص كده هم قاعدين على البحر لقى ناس عندها مشكله انه مش بتغرق بتغرق بس عندها مشكله لانه السحب سحبهم السحب عارفين السحب اللي في البحر ده السحب سحبهم بره المنطقه الامنه اللي فيها ثبات وفيها طول وفيها بكذا فلقاهم كده بيعانوا يعني فما كان منه الا ام ناطط وطبعا ياسمين جنبها بتقول ايه ليه راجلي وبتاع بس مش مهم ياسمين احمد عوض ام ناطط وقام رايح مساعد واحد على ما انتبهوا الحراس بتوع الشاطئ ونزلوا ساعدوا معاه ثلاثة أربعة اللي كانوا بيتعرضوا لأزمة السحب دول كانوا رايحين ورا العوامات ولا البراميل ولا البتاع الحمد لله رجعوا وساهم في إنقاذهم وكله تمام فده يدلك كمان على إنه ابن بلد وجدع ولم تغيره الشهرة النجومية قال لك بقى أنا خاف على نفسي وأنا نجم ولا بتاع لا مفيش نجومية على الأصل دور وده هيشجعني من بكرة إن أنا أجرب موضوع الإيه كبده النيه عم ايه يا عم داخل البيت عقلك ايش مشاركة مميزة قدمها المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في كرواتيا والتي احتل فيها المركز الرابع بعد أن خسر أمام كرواتيا في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم لكرة اليد حيث سقط منتخب مصر أمام نظيره كرواتيا بنتيجة 36-39 في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية بالدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين والتي كانت تقام في كرواتيا من الفترة من 2 حتى 13 من أغسطس الجاري فبدأ منتخب الفراعنة البطولة بالفوز على اليابان بنتيجة 40-32 ولتشيكا بنتيجة 28-22 وأخيرا أيسلندا بنتيجة 33-30 ثم تأهل للدور الرئيسي لمواجهة البرازيل في المباراة الأولى وفاز بنتيجة 38-23 ثم خسر أمام إسبانيا 35-42 وخسر المنتخب المصري للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد أمام نظيره المنتخب الإسباني في ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني على نظيره المصري بنتيجة 42-35 وضمن المنتخب الوطني التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة وذلك بعد الفوز على البرازيل بنتيجة 38-23 وكذلك بعد فوز منتخب إسبانيا على التشيك بنتيجة 29-21 ثم فوز منتخب مصر على جزر الفارو بنتيجة 38-34 وخسارة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة 39-35 ثم خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 39-36 ليحتل المركز الرابع بهذه النتيجة في البطولة. اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا شفناه دلوقتي رصد لينا ملامح الانجاز المهم اللي حققته بعثة مصر لكرة اليد للناشئين في بطولة العالم اللي اقيمت في كرواتيا. والحقيقة انا عارف ان جوه كتير مننا مشاعر مختلطة. حلو مشاعر مختلطة دي؟ مشاعر مختلطة ما بين الفرح بالانجاز والحزن على الانجاز الاكبر اللي ما حصلش خصوصا ان الشباب دول كانوا في اختبار صعب جدا لان مقارنتهم بالجيل السابق اللي حصل على بطولة العالم كان حاطط لهم لود عالي او انتوا عارفين ان احنا ابطال العالم في النسخة السابقة وكان الجيل ده مطالب انه يروح يحافظ على اللقب لكن طبعا التوفيق وعمل التوفيق والخبرة وما الى ذلك ممكن يساهم بشكل كبير في عدم الحصول على الذهبية او كاس العالم لكن كل المتابعين للرياضة عارفين انه وصولك للسيمي فاينل او للمربع الذهبي او للاربعة الكبار ده في حد ذاته انجاز كبير جدا في دول كبرى ما عرفتش تعمله فانا عارف ان جوانا المزيج ده ما بين الفرحة بالمركز الرابع والحزن لعدم الحفاظ على اللقب لكن يبقى المنتخب ده
منتخب زي ما بيقولوا كده منتخب الامل، هو اللي هيكمل المشوار بعد منتخب الكبار ومنتخب الشباب، هو ده اللي هيستلم الرايه وهو ده اللي هيبتدي يطعم منه نجوم وكوادر كتيره جدا للمنتخب الاول. وانتم عارفين سياسه الاتحاد المصري لكره اليد القائمه على تواصل الاجيال، يعني مش بعيد خلال شهور نلاقي وجوه من اللي موجوده معانا دلوقتي في معسكرات التدريبيه للمنتخب الاول عشان يبقى فيه دايما فكره تسليم الرايه. خلينا نرحب بنجومنا وشبابنا وابطالنا اللي حققوا انجاز مهم، والحقيقه انا ادعي ان انا كنت متابع ليهم من اليوم الاول، انتوا عارفين ان انا واحد من الفانز لكره اليد المصريه ودلوقتي بقيت فان كمان ليهم. هحاول اجتهد كده لان انا كنت بعرفهم بصراحه في التلفزيون من الارقام شويه والنمر، فهحاول بقى اظبط كده في الوشوش. الاول خليني ارحب بيك كلكم ومبروك والحمد لله على السلامه وتسلم ايديكم ورفعتوا راسنا وكان فاضل تكه وتكمل، بس ده يديكم حافز للي جاي اكتر ان شاء الله. يعني انا فاكرك ويلو عشان عضلاته والحركات والجسم وبتاع سهله. يوسف وليد صح؟ تمام. حارس مرمى. تمام. الحمد لله على السلامه ومبروك، وكنت ادائك رائع الحقيقه، كنت بتابعك، كنت انت دايما شوط تاني صح؟ كان يوسف الاولاني شوط اول وانتم متقسمينها كده. هنعرف السياسه دي. الحمد لله على السلامه يا جميل. الله يسلم حضرتك. ثم وائل صح؟ صح. ايه وائل؟ محمد وائل. محمد وائل صح. اهلا وسهلا والحمد لله على السلامه ومليون مبروك. انا فاكره بقى ان هو الاكرتاني واللي كان عامل شغب كده في صناعه اللعب زياد حشاد. صح. مبروك والحمد لله على السلامه، وكنت واحد من نجوم الفريق ونجوم البطوله. ثم بلال. بلال ايه؟ ابراهيم. ابراهيم بس انا كويس تفكر بلال. صح بيلو وبتاع. بلال واحد من نجوم الفريق، وانت خدت لقب احسن وينج ليفت. بسم الله ما شاء الله في البطوله. الحمد لله على السلامه ومبروك عليك. ثم يوسف ناجي. صح. اللي كان بيتقال لك كابتن المعلق اللي اسمه خالد خيري كان بيقول لك يا جو. صح على طول انت جو هو ويلو. وكنت الحقيقه اسود في حراسه العرين، لولا شويه حاجات كده هبقى رسوعك وعليها لما نيجي كمان شويه. قولوا لي الاول وشوفوا مين فيكم اللي عايز يتكلم الاول براحتنا، احنا في دردشه يعني مش في الفصل. الفكره اللي انا قلتها في المقدمه دي ان انتم مسافرين والجيل اللي قبلكم خد كاس العالم، بيتهيألي كان مسفركم على كتافكم لود وحمل فظيع مش كده؟ اه. احكي بقى احكي كان بيتقال لكم ايه، والاداره الفنيه كابتن وائل وكل المديرين الفنيين معاكم مسفرينكم بيقول لكم خد بالكم اللي سافر قبليكم جاب البطوله ورجع. فاحكي لي بقى. واحنا كمان عشان احنا كنا مع 2002 كمان ما حقناش المركز اللي احنا كنا محتاجينه. كويس. ان احنا كنا في 2002 كنا طموحنا ان احنا نوصل مربع. حلو. فعشان احنا بقى وصلنا خدنا 10، فده حدد لود اكتر لينا في 2004 بالذات، لان احنا كده وكمان كانوا حاطين امل اكبر على 2002 ان هم ياخدوا البطوله. كويس. فحطيت لنا دي لود اكتر وادتنا احنا دفعه وثقه في بعض، يعني في ان احنا ندوس على نفسنا عشان احنا كنا واثقين في بعض. حلو. قول لي يعني الكلام اللي كان قبل السفر وفي المعسكر وفي ليلة أول مباراة، الكلام كله كان ماشي في سكة إيه؟ هو الفكرة إن إحنا من أول ما نروح البطولة وإحنا كان عندنا هدف إن إحنا رايحين نلعب على كأس العالم، مش رايحين نلعب ماتش مثلا معين أو رايحين نكسب ماتش بماتش، لا إحنا كنا رايحين تارجتنا إن إحنا إن شاء الله ناخد كأس العالم، وده أول حاجة اتربينا عليها من ساعة ما بدأنا يعني. حلو. فالفكرة إن هي أنتوا من جواكم كنتوا حاسين إن أنتوا مؤهلين إن تاخدوا البطولة؟ إحنا بجد مصدقين يعني؟ كنا بقى أنا مستعدين كويس للحوار ده يعني، متجهزين له من بدري قوي يعني. نفسيا وبدنيا كل حاجة يعني. كنتوا مصدقين يا زياد؟ كنا مصدقين. مش عارف شكلك بكاش ليه؟ لا والله بس هو كان قريب قوي والله. ما انا عارف خلاص، ما انا بقول لك طالما وصلت الاربعه الكبار هي بقى كوره تفرق، هجمه مرتده، كوره بينالتي، مش عارف ايه، بس انتوا كنتوا مصدقين، لانه انا في رايي الحقيقه ان حتى الاداره الفنيه كانت بتقول ان انا رايحه عشان اعمل مركز كويس. اصل الجيل اللي قبلنا برضه خد كاس العالم، فاحنا ليه ما ناخدوش احنا كمان؟ لا هو اصلا مش عايز اقارن، عشان هو ده خد بالك الصعوبه اللي انتوا وقعتوا فيها، ان الناس قالت لك طالما الجيل قبل يبقى احنا خلاص لازم نروح ناخدها. لا هو مش لازم، بس كل جيل له ظروفه وكل بطوله ليها ظروفها. كان حافز لينا ان احنا نروح. كان حافز. فانتوا كنتوا رايحين وعينيكوا على اللقب. مظبوط. بالظبط كده. طب قول لي امتى حسيتوا انه قريب يا بلال؟ احنا بالنسبه لنا احنا كسبنا كل يعتبر معظم الفرق اللي احنا لعبناها كنا كسبناها قبل كده اساسا، يعني كسبنا كرواتيا وكسبنا الدنمارك قبل كده، فاحنا الموضوع ما كانش بالنسبه لنا اللي هو لا احنا رايحين احنا ان شاء الله. كسبت الدنمارك قبل كده؟ كسبنا الدنمارك فعلا؟ كسبناه في مصر هنا. اه كان ماتش ودي يعني. حلو. وكسبنا كرواتيا قبل كده،
فاحنا بالنسبه لنا يعني احنا مش رايحين، هم خايفين مننا يعني، هم مش فكره بقى ان هم احسن مننا في حاجه، احنا ند بالند، احنا منتخب مصر واحنا حامل لقب، هم اللي بيخافوا مننا مش احنا صحيح منهم. صحيح، فهي دي فكره بس ان احنا يعني احنا رايحين واحنا متربيين من اول يوم في المنتخب، من اول ما اتجمعنا ان احنا يعني بنتمرن كل تمرينه، حتى كله يقدر يقول ان احنا كنا بنتمرن كل تمرينه على ان هو نهائي كاس عالم، ان احنا بنتمرن كده، احنا ده التارجت بتاعنا، احنا رايحين عشان النهائي بالظبط. فاحنا يعني انتوا اخر بطوله متهيألي عملتوها قبل ما تطلعوا كاس العالم كانت بطوله السويد صح؟ بطوله وديه في السويد. لما لعبتوها ايه تقييمكم لنفسكم، ووائل عبد العاطي قال لكم ايه بناء على البطوله يعني دي خلاص البروفا الاخيره بقى احنا رايحين كاس العالم؟ هي كانت البطوله دي صراحه ادتنا ثقه كبيره قوي، من يعني احنا بدانا ماتش النرويج، كان هدفنا في البطوله دي ان احنا نكون كاركتر نخش بطوله العالم، بانها بنلعب ثلاثه دول اسكندنافيه مدارس كبيره قوي في اللعبه طبع. فكان هدف لينا ان احنا نكون كاركتر كمنتخب قبل ما نخش البطوله، ان احنا نعمل ماتشات كويسه قدام الفرقه دي. فاحنا كسبنا النرويج والسويد، وخسرنا اخر ماتش كان يعتبر فاينل البطوله كان قدام الدنمارك، مظبوط، خسرنا فرق 2 طبعا. ده برضو كان ماتش قوي، فالبطوله دي كانت دافع كبير قوي، عملت لنا كاركتر كبير قوي، حسيت ان المسافه قريبه ولا ينفع نحلم. السويد تاني اليورو، يعني السويد تاني اليورو واحنا كسبناهم، اي فاحنا يعني لو بعد كمان كسبتهم على ارضهم، كسبناهم في السويد، في ارضهم مظبوط، فدي فرقت معاك واديتكم ثقه بالنفس كبيره. ومتهيالي كمان بدايه البطوله اديتكم بقى دفعه كويسه انه ماشي الحمد لله سلسله انتصارات والدنيا ماشيه، فبدايه البطوله كمان ساهمت انه الثقه بالنفس تعلى. وخصوصا ان احنا كنا عاملين على ماتش اليابان ده اصلا يعني كمان كنا مركزين فيه عشان هو اول ماتش وهي دي البدايه. كنا مركزين مثلا من شهرين. هو اليابان يقلق في كره اليد؟ لا بس عشان هو بدايه الماتش، بدايه البطوله. البدايه بصفه عامه تقلق لانه بيبقى فيها توتر البدايات يعني. مظبوط؟ قول لي كل منتخب او كل جيل بيبقى له سمات كده تحس، يعني انا لما كنت بتفرج على الجيل اللي خد كاس العالم في النسخه اللي فاتت كان فيهم مش عارف، انا كنت بحس كده، كنت حاسس ان هم عفاريت ما بيلعبوش بالسيستم، ده كانت الدنيا بيستلموا الكوره تحس ان في شياطين رايحين وجايين كان ليهم سمه كده اللي هي السرعه والعشوائيه اللي تلخبط المنافس. قول لي انتوا اهم سمه فيكم او ايه الملمح الاساسي في المنتخب اللي بيمثل قوه او ميزه او نقطه قوه له؟ الميزه عندنا في منتخبنا ان احنا ما عندناش نجم واحد، يعني احنا ما عندناش مثلا واحد مميز لوحده شايل الفرقه. يعني احنا عندنا ال 16 لاعب اللي موجودين في السكور هم كلهم بيلعبوا، ما فيش واحد مثلا بياخد الماتش كامل، كل واحد بيتبدل تبديل، اللي نازل زي احسن من اللي جوه احسن من اللي بره، فكله شايل التاني. فكره التيم ورك هي الاساس يعني. يعني دي ميزتنا، كنا احنا الفرقه الوحيده اللي في البطوله اللي كنا بنبدل كل اللعيبه، يعني 16 لعيب بيلعبوا، حتى اللي بره السكور اللي هو 17 كان بيلعب برضه يعني كان بينزل ماتشات، يعني شارك في كذا ماتش يعني ماتشين او ثلاثه وبيلعب وبيأدي يعني وبيشارك، فما كانش في. طب هو ده صح؟ صح طبعا. انا مش بخليكم تعدلوا طبعا على الجهاز الفني، بس انا رايي انه شئنا ولا ابينا طبعا حلو ان ال 16 يبقوا كويسين وال 16 يبقوا جاهزين وكذا، بس في النهايه اي منتخب في الدنيا له قوام اساسي، اي منتخب عالمي منتخب محلي منتخب افريقي اي في الدنيا بيبقى له قوام اساسي ممكن تطعم وتبدل وتعمل، حتى بنشوف في المنتخب الاول عندنا لعيبه النجوم طبعا انتوا ان شاء الله تبقوا زيهم، في قوام اساسي 7-8 وفي 5-6 بيبدلوا عليهم، بس في قوام اساسي. لكن فكره ان ال 16 بيشاركوا مش عارف ده ممكن يعمل حاله من فقدان الريتم او فقدان الايقاع او الهارموني، ما هو مش ال 16 فاهمين بعض وقاريين بعض بنفس الطريقه ولا ايه؟ احنا كنا بنتجمع بقالنا سنتين فكل واحد فاهم اللي جنبه. فاحنا اللي بره زي اللي جوه، فدي اللي كانت ما بتفرقنا عن الجيل اللي قبلنا. يعني انت ما بتفرقش معاك لما تبص على يمينك فتلاقي بلال ولا تلاقي وائل او تلاقي حد؟ انا عارف وائل بيعمل كذا وبلال بيعمل كذا ف بجمع. حفظهم وقريهم بالزبط. فاللي هينزل انت هتعرف تتعامل معاه بالظبط، فاللي بره زي اللي جوه، ده لعب ده ما لعبش ما كانش بتفرق معانا. ف كلمني عن الاجنحه شويه عشان انا عتابي لما يجي بس الكابتن وائل عبد العاطي. الاجنحه الحقيقه عندنا مميزه، يعني انت مميز جدا، كان عندنا الجناح اليمين اسمه ايه؟ ياسين ووكا وعمر كان معانا مظبوط. فاحنا الاجنحه عندنا الحقيقه لما كانت بتشتغل كانت بتبقى افكتيف او مؤثره جدا جدا، بس الحقيقه ما كناش بنعتمد عليها كتير مش عارف ليه. هي الفكره ممكن تكون يعني ما حدش اخد باله، بس هم بيبقوا قافلين علينا، فالطريقه مثلا ان مثلا زياد يعدي مثلا واحد واثنين او يعدي من حته اللي هو جنبي المدافع مش بيضم، هو مش هيسيبها،
مفهوم. فهو خلاص يعني هي مش فارقه مين اللي يروح يجيب الجون، لا هو مش فارقه، بس انا قصدي انه من اكتر الـ 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 الوسائل اللي كانت فعاله قوي لما كانت بتوصل عندنا الاجنحه كانت دايما غالبا بتبقى نهايتها تسجيل. الحمد لله طبعا، الحمد لله الحمد لله، بس فدي مهارات منكم في الفينش، دي حاجه حلوه جدا. أيوه. فمعنى كده ان انا كان لازم ادوس عليها او ابني التكتيك بتاعي ان انا افضل لك مساحه. ما هو بالظبط ما حلوه افضل لك مساحه. لا لا الفرقه اللي احنا بنلعبها بتبقى عارفه مثلا اللعيب ده كويس اللعيب ده وحش، فهو بيبقى قافلين فبيبقى قافلين. ايه ما هو لو زياد اخترق هيضطر يضم عليه، هيسيب لك ربع متر. هم عاملين سكاوتنج علينا، هو كل فرقه بتنزل عامله سكاوتنج. صح. احنا مثلا بلال اشتغل الماتش اللي قبليه فبينزلوا قافلين على بلال. تمام. فانا لما بعدي ما بيضمش فبضطر اروح، الكره اللي بعديها يضم سيبها. يضم هيسيبها كده. فانت بتشتغل على حسب رياكشن هو. بالظبط. صح؟ ايوه. طيب. تعال نروح بقى لحراسه المرمى. فكره التقسيمه دي جت ازاي؟ يعني جت بناء على ان انتوا الاثنين حسستوا الاداره الفنيه ان انتوا بنفس المستوى فقال لك نقسم القصه ان حد ياخد الشوط وحد ياخد شوط؟ ولا انتوا اللي قلتوا نمشيها كده وكده عشان انا اقعد اتفرج مثلا وابقى اشوف التكتيكات؟ يعني في ناس بتعمل السياسه دي، في ناس تقول لك لا انا عندي واحد ولما احس ان هو مش مركز قوي بتاع ادعم بالتاني. لا هو يمكن انا ويوسف وليد يعني من بدايه الجيل واحنا دايما احنا الاثنين دايما كنا يعني يعتبر شاركنا في اكتر معظم البطولات، احنا كنا موجودين مع برضه مع الجيل الاكبر. فهو فكره التقسيمه دي يعني احنا وهو مش ملناش اي دخل فيها، يعني حاجه من المدرب، احنا اصلا مش عارفين ايه الفكره. يعني هو ممكن كان يبقى ليه وجهه نظر معينه، انا مثلا ابتدي كل الماتشات او هو يكمل ورايا، بس احنا يعني الناس بتشوف دايما احنا بنكمل بعض. يعني مش فرق، ما فيش فرق ما بيني وما بينه. لا يعني مش قصدي انا فاهم طبعا ان انت بتتكلم ان انتوا الاثنين واحد واللي هينزل هيخدم وهيسد، بس في النهايه في برضه طريقه تدريبيه. ما هو افرض انت كنت تاخد الشوط الاول معظمه كله، افرض انت نزلت مش موفق، ما هو مش قران بعد 10 دقايق لازم اسحبك وانزل وليد عشان يشد. بس هي كانت متقسمه بسبوسه، انت تاخد النص الساعه الاولانيه واللي ياخد النص الساعه الثانيه. دي حقيقه فعلا. فهل ده ممكن؟ خد بالك برضه هو اقرب منكم وعارف شخصيتكم اكتر، ممكن ده يديك ثقه اكتر، انت عارف ان انت هتكمل وهتاخد وقتك، فبالتالي مديك ثقه بنفسك ومديك دعم من البنش بره. هو احنا الحقيقه يعني بجد ما مش عارفين كانت ايه وجهه النظر ورا ان هي تتقسم كده. بس هي حسيتك بالامان. يمكن كانت ممكن مثلا تتغير كنمط، ممكن كان نمط الماتشات مثلا في ماتشات يعني بحس ان كان احنا كجوان انا ستايلي مختلف عنه. طبعا. فممكن يبقى نوعيه الشوط كانت في ماتشات تتطلب ان نوعيه الشوط اللي بتشوط عليا انا ممكن مثلا ما العب مثلا قدام فرقه زي الدنمارك مثلا، زي مثلا الماتشات السريعه يوسف يبتدي، فانا كانت ممكن تحتاج تتقسم كده. مظبوط. كان معاكم حارس الخطيب صح؟ الحارس الثالث اللي معاكم. مظبوط. كان برده شعره مفلفل كده شويه، كان جميل برده. فهي قصه. قول لي حراسه المرمى دي بصراحه انا بشوفها دايما في كره اليد يعني ضرب من ضروب الجنان يعني. لا وعامه كل الناس، لا كل الناس بتقول ان الاجوان مجانين. هي طبعا والله حراسه اليد بالذات يعني كره القدم وبقيه الالعاب اللي فيها حراسه مرمى وبتاع ماشي فيها خطوره وفيها تضحيه وفيها، بس كره اليد بالذات اللي هو واحد انا بقول لك تعالى حط وشك قدام كره ممكن تعميك يعني تجيب لك تربله في المخ. بيتقال لي يعني انت الكره بتيجي في جسمك، انت بتتبسط ان الكره بتيجي فيك، او الكره تيجي في وشك انت بتتبسط. ايوه صحيح. ولا الكره تيجي في رجلك اللي هو عورني كمان. شوت فيك. صحيح. عشان كده بيقولوا عليها مجانين. مش مجانين. حارس مرمى اليد بالذات محتاج في رايي اهم صفه فيه انه لازم يبقى هادي قوي وعنده ثبات انفعالي، لانه غير كره القدم، كره القدم انا لو حارس مرمى بيخش فيها جون كله نص ساعه، لكن انت كل ثلاث ثواني بتتروق بس برباط يعني. فلو ما عندكش ثبات انفعالي خلاص الدنيا هتفك منك. بالظبط. فاحكي لي التدريب مش بس فني، ده لازم فني ونفسي كمان. حارس المرمى طبعا كنا بنتعامل، كان بيبقى في حاجات نفسيه بنتعامل معاها، بس احنا بقى ما كناش بنفهمها، يعني كانت بتتعمل المدربين هم اللي بيعملوها فينا. يعني ايه؟ والله مش عارف اشرحها، بس يعني كان بيتعامل فينا حاجات كده يعني مثلا يعني حاجات في التمارين مثلا يعني يزعق لك مثلا بطريقه لا يعني يهديك حاجات كده، بس انا يلعب على انفعالاتك يعني مثلا بيعمل لك حاجات نفسيه بس انا مش فاهم، بيعمل لك اختبارات لانفعالاتك عشان يشوف ثبات الانفعالي عندك عامل ازاي حاجه زي كده. وانت كنت بتعمل ايه؟ خلاص خلاص والله
طيب قولوا لي دور المجموعات كان لطيف بتهيألي، ما كانش فيه مشكله قوي ولا كان فيه؟ كان في ماتش ايسلندا. لا ايسلندا، ايسلندا بمدرسه الكره الثقيله برضه صح. اليابان كان تمام، وكان يمين معانا تاني تشيك، وتشيك وتشيك برضه المفروض فرقه كويسه ايسلندا اساسا. هو يعتبر مجموعتنا كانت اصعب مجموعه في المجاميع كلها فعلا، طريقنا كله كمان هي اصعب مجموعه. هو كان في تدريج كويس قوي كماتشات كمستوى هو المجموعه كانت اربعه فرق صح؟ ثلاثه احنا الرابع، احنا ثلاث ماتشات يعني. طيب انت ادبي صح؟ لا لا علمي والله. كمان علمي يا نهار اسود. جامعه دلوقتي يعني. المجموعه اربع فرق احنا وثلاثه صح؟ سهله. ماشي. انت علمي رياضه ولا علمي علوم؟ علمي رياضه. انا والله ان انت تستاهل. اطلع هنا انت الادبي باحترام كده، ده المجموعه بالظبط معاك 3-1. لا خلاص ده كان من سنتين دلوقتي. طيب خلاص على بركه الله. ماشي. فالمجموعه بتاعتنا بتالي الدنيا كانت ظابطه فيها، وخدنا تدرج وخدنا سخونه حميه الماتشات. اول ماتش بعديها كان البرازيل. برازيل صح. انا فرايد ماتش البرازيل ده كان اسهل مما كنت انا متوقع صح. هو ما كانش اسهل. معلش اتفضل. طبعا ما كانش اسهل، بس احنا كنا نازلين مركزين قوي ان ده اللي هيودينا دور الثمانيه، ده اللي هيكبر فرصتنا في ان احنا نخش لما ناخد النقط بتاع الماتش ده بالظبط. احنا كنا طالعين بنقطتين من دور المجموعات تمام، بنقطتين، وكان الماتش ده يبقى اربع نقط، وكان الماتش الاسبانيا تحديد اول وثاني من المين راوند، وماتش اسبانيا مش مضمون. فبالتالي هما دول النقطتين اللي طلعونا نضمن الصعود يعني. إيه؟ نضمن الصعود في ماتش البرازيل. كنت لازم مركزين قوي. فعشان كده كان الموضوع سهل بالنسبه لهم. هما كانوا كمان تقريبا كانوا يعني كان شكلهم خايفين تقريبا. هما رموا فوطه لما فرقت اول 10 دقايق. لا انا بقول لك انا حتى فقدت الاستمتاع في الماتش، حسيت انه خلاص وان سايد جيم. ماتش البرازيل واسبانيا كان مأزم لغايه الاخر فعلا. احنا كسبناها سكور كبير ان هي ضعيفه. لا احنا عشان احنا فردنا علينا شخصيتنا. لا هو انتوا زي ما قلتوا انتوا سهلتوا على نفسكم. ايوه بس دوسنا عليها. ليه بقى اسبانيا روقتنا كده؟ ايه؟ ما سمعتش. ليه اسبانيا روقتنا؟ اسبانيا احسن فرقه في الجيل يعني بجد. يعني هي بادئه من بدري يعني، احنا بقى لنا سنه ونص او داخلين في سنتين. اسبانيا بتهيألي اللي كسبت المشكله هي بطله العالم. احنا بادئين كسبت مصر مش في الادوار النهائيه، في الدور الرئيسي اللي هو كان مؤهل لدور الثمانيه، هي اللي خدت المركز الاول. احنا تحصيل حاصل يعني مش ايه؟ ماتش تحصيل حاصل. كنا قاصدين عشان نلعب فار وايلز. ناخد فار وايلز. لا وانتوا فار وايلز، انا هاجي لكم دلوقتي على فار وايلز ده اوريكم على اللي انتوا عملتوه فينا. لا بجد كنتوا قاصدين تريحوا. لا 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 هي جت كده، هي جت كده، هي جت من عند ربنا والله. هم جامدين ربنا. اسبانيا يعني الخساره دي خساره مستحقه، فرق مستوى صح. هم يستاهلوا بس يتسهل. مش ما كان احنا ما نستحقش نخسر كده يعني. قصدك بالفرق ده؟ احنا كنا في اوحش. لا لا اوحش حالاتنا، اوحش حالاتنا. حضرتك شفت الماتش يعني؟ كان مش في حد قايم حتى يعني. ايوه صح. كل مطفي في الماتش ده. الكره كانت بتقع مننا والباصات غلط مظبوط. طب ده كان بيبقى ايه؟ هو في ماتش لازم نقع فيه، بس الحمد لله انها جت في ماتش. هو انتوا مثلا لما كسبتوا البرازيل وبفرق وضمنته بنسبه كبيره التاهل بالظبط، ده بيهدي المعنويات شويه الدوافع. ما كانش في دافع قوي من الماتش ده يعني. كان الماتش ده بس كان حفاظ على ان احنا نفضل كسبانين طول البطوله، ما يبقاش في ماتش خساره. لكن طالما الدوافع مش موجوده فالاداء بيقل. لا مش كده يعني. بس لا هو ايه المشكله بقى؟ ده اللي احنا شفناه. وعامه دي حاجه غلط. انتوا ما كنتوش في الماتش ده ما كنتوش فاضل حالك. ايوه ما كنتوش مركزين، مش مدين له اللي هو تركيز. بس ما هو عشان كده ما هو بقول لك الدوافع هي اللي بتخلي الواحد في افضل حالات تركيزه فبيطلع افضل اداء. هي نتيجه منطقيه. نخش بقى على الفارو. لا استنى بس عشان على اللي عملوه فينا في الفارو دول محتاجين ان هم يتذنبوا هنا، يقفوا يرفعوا ايديهم. ايه بقى؟ ليه؟ اوبر الحمد لله كسبنا. يعني مالكش غير ان انت تقعد تصلي وتشكر ربنا؟ ربنا بس الحمد لله. فرحة صعبة حلوة. مالكش غير ان انت تقعد تشكر ربنا؟ بكش مش عايز. لان انتوا بصراحة كنت هتفوروا الليلة. الحمد لله. فاروا وفي ثانية يعني لولا كتر خيره. ده عارف في الاهلي كده ما قال لك اطهر الطهر ضيع ضربه الجزاء ده لازم يتعمل له ترسال، او الشاب اللي عمل باصه غلط اللي مين اللي خطاها؟ انت وائل قطع الباصه وعمل لولا الراجل ده اتعمى في نظره وانتهى له كان زماننا دلوقتي انتوا قاعدين معايا هنا، بس كنتوا بتسمعوا بقى طالعين سابع وتاسع وعاشر كان زماننا هنا خلاص. فليه جزر الفرو تعبوكوا قوي كده وكانوا ليدنج وكنا طول الوقت حلمنا ان احنا بس نجيبهم؟ جزر الفرو مش فرقه ضعيفه، هي فرقه كسبت المانيا
كسبت المانيا وايران، وايران كسبت صعد اول مجموعتها من الكلام ده ما بياكلش معايا. وحسن افوار وحسن كمان والله بكفي حصل لي بتاع البطوله على عيني وراسي. هم اصلا فرقه دنماركيه يعني، هم تبع الدنمارك يعني، في ناس يعني هم كلهم بيعرفوا في الدنمارك. يعني هو عامه احنا سولنا الماتش يعني مش من اول لا مش لا لا خالص لا بجد. بصوا اللي انتوا بتقولوه ده حصان اسود، وان هم كسبوا ايران وكسبوا مدغشقر وبتاع كل الكلام ده على عيني وراسي، بس الكلام ده ما ياكلش مع الفرق الكبيره. الفرق الكبيره اللي بتتكلم على مداخله وهذا في كاس العالم، اللي حصان اسود وبتاع ده يجي يتفرم تحتيه، يجي يتفرم من اول 10 دقائق اوري له حجمه مع كامل الاحترام لكل الدول طبعا. لكن ما ينفعش انا ابقى فرقه كبيره وبص على كاس العالم وجزء الفرقه تعمل فيها كده، وانتوا بقول لكم انتوا على يعني بقول لك بس تروحوا تعملوا عمره واللي يروح الكنيسه يعني كلكم بس كده عشان الراجل اللي اتعمش في نظره ده واداكم الكوره، والا كنت خرجتوا من دور الثمانيه وكان هيبقى منظرنا وحش قوي قوي يعني. الحمد لله. فانا عايز سبب مقنع. سيبك بقى ان هم كسبوا ايران وكسبوا كذا، دخلناهم معانا في الجيم الاول 10 دقايق جدا جدا، دي كانت غلطه بس هي فرقه حلوه والله يعني، وفيها هداف البطوله، هداف البطوله احسن هاف. هو لا 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 بص الكره غلط ده احسن هاف. لا يا راجل تسلم ايديه ورجليه. 78 كور 78 جول وضيع الكوره دي. سبحان الله سبحان الله. هي ربنا خلينا بس ان احنا ما نزعلش الماتش ده، وبرده التصدي الحلو اللي انت عملته اللي هو كان فرق جولين، صديت الكوره ردينا جبنا بينالتي باين وبعدين هو بقى اتعمى وبصهلنا الفاست بريك الاخراني ده. بس لا بس ده درس كبير، درس كبير جزء الفارو ده انه لا نستهوي، لان خد بالك الردود الافعال هنا في مصر والسوشيال ميديا وبتاع، اول ما عرفوا ان احنا نقابل جزء الفارو يقول لك مبروك يا عم احنا صعدنا. فممكن يكون ده اتنقل لكم بشكل ما. لا ما عندناش موبايلات خالص، ما كناش نعرف حاجه من بره ولا جوه ولا اي حاجه. انتوا كنتوا مسحوبين لكم موبايلات؟ احنا سلمنا التليفون اول لما وصلنا السويد، اخذناها اول لما خلصنا البطوله في السويد. في السويد اللي هو قبل ما كاس العالم كرواتيا اساسا، ما تعرفش الشبكه في كرواتيا نوعها ايه. يا خبر ابيض مشكله. بس عادي، بس دي حاجه كانت دي حاجه كويسه مهمه طبعا، عشان انا شايف انها حاجه كويسه عشان التركيز طبعا. ربنا رزق في الايه؟ في جزء الفار. انت عايز فاصل يا انس؟ طب نطلع فاصل بقى عشان نرجع على حلم الميداليه اللي راح في ثواني. بعد الفاصل ونكمل الحكايه ونكمل الانجاز. عدينا الفارو ببركه دعاك يما. بس حد عنده اعتراض؟ ببركه دعاك يما بس ما تقاوحش ما تقاوحش لما يبقى عندنا بس مشكله. بس بس والله يعني احنا الروح كلنا كويسه والنجرين تفضله موجوده لاخر ثانيه. أيه حاجه حلوه. كلنا كنا عارفين يعني الماتش صعب قوي وخلاص احنا يعتبر خسرانين وبنخسر خلاص، بس احنا عارفين ان احنا هنرجع. ما نعرفش ازاي، بس كله كان حاسس ان احنا هنرجع. وتعادل وعدلت السماء هبطت السلام تمام وبتاع الكلام ده يعني. يعني الحمد لله. بس لازم تبقى عارف انه بركه دعاك يما وكرم ربنا بس هو اللي عدانا من ماتش الفارو ده. ايه اللي حصل بقى في المربع الذهبي؟ احكوا احكوا ما تكسفوش. ممكن حته برضه يعني اثرت فيك ان الناس اطمنت يعني ارتاحت بعد ماتش فارو خلاص انت صعدت مربع، في ممكن حد اكتفى، ممكن بيكون دخلت نفسيات الناس ان الناس اكتفت هو انا وصلت مربع بس يعني. بس ده دوركم يعني، حتى ما اعتقدش طبعا الجهاز الفني هيكون اكتفى واكيد مش شحنكم، بس انتوا دوركم ان انتوا تشحنوا بعض وتشدوا بعض وتقفوا في ضهر بعض، انه يا جماعه دي قربت قوي، دي هانت قوي. الموضوع ده حصل بس في حاجه بتبقى جوه بقى ما بتعرفش توصل لها. احنا كده ميزتنا كمنتخب عامه ان احنا كلنا مع بعض يعني كتله بجد، يعني مش كلام قدام احنا فعلا كتله يعني دايما مع بعض، فاحنا كلامنا دايما مع بعض تشجيع. قبل الماتشات بنقعد اجتماعات لوحدنا من غير الخلاتن، لازم بنتكلم مع بعض. بس الفكره ممكن هي داخليا. طب ايه اللي اختلف ماتش الدنمارك الود اللي انت كسبتوه في السويد عن اللي خسرتوه في البطوله؟ هو خسرنا في السويد بس خسرنا في مصر، كانت قبل السويد في مصر. انا اسف صح، كسبنا في مصر وتعادلنا واحد يعني، ما كان اثنين في مصر واحد تعادلنا واحد كسبنا كويس. والله فكسبنا في مصر هنا الدنمارك، فالمفروض ده يطمنا ان فرقه احنا دوسنا عليها. بس هو احنا ما كسبناش سكور دنمارك، احنا كسبنا فرق جون. مش مهم مش مهم، فالماتش كان في الملعب لغايه الاخر. بس فاللي هو حتى في السويد ماتش خلص فرق اتنين، فبرضه كان في الملعب. والرسمي
رسمي كان في الملعب برضه بس هو حصل. هو خسرنا أربعة. احنا خسرنا أربعة. هو في اخر اخر في الافاق اظن هو كانوا عشان هو احنا في الاول اديناهم فرصه ان هم يفرقوا في اول الماتش فاحنا جرينا ورا ماتش كتير. البدايه كانت وحشه. ايوه البدايه كانت هي اللي هبطتنا شويه يعني. انا عايز ارجع لكم في فكره البدايات والنهايات دي علشان دي الحقيقه دي مش مشكلتكم انتوا بس، دي مشكله كره اليد على مود كل اجيالها كل اجيالها. انا مسكت مره يحيى الدرع قعدت ارجه كده اقول لكم في ايه بيحصل لكم يعني انتوا كامكانيات في رأيي بسم الله ما شاء الله معديين فرق كتير والماتشات كتير، مش عايز اقول كل برضه عشان التعميم غلط، بس 90% من الماتشات اللي بنخسرها حتى على مستوى الفريق الاول بنخسرها بايدينا، بايدينا احنا اللي بنهدي. يعني ماتش الاولمبيكس الاولمبياد بتاع فاينل اسبانيا فاكرينه؟ كبار اولمبياد ثلاثة وربع اولمبياد لا لا ثلاثة وربع ايه؟ ايوه اولمبياد طوكيو صح؟ مش فاكر طوكيو ولا فين. أيوة طوكيو ايوه لعبنا اسبانيا في الثالث والرابع على الثالث والرابع ما خدناش ميداليه عشان احنا ما حبيناش البرونزيه. الماتش ده ما حبيناش البرونزيه، قلنا اسبانيا لا خد انت البرونزيه احنا نكتفي بالرابع. ليدنج طول الماتش وفرق مش عارف ايه ومره واحده تحس لا مالناش مزاج نكسب. مبروك عليك يا اسبانيا. شوف القصه دي بعدين. كابتن وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخبنا للناشئين صاحب انجاز المركز الرابع، مساء الورد يا ابو الكباتن. مساء الخير يا كابتن تامر، اخبار حضرتك ايه؟ ازي حضرتك ان شاء الله اكون بخير. الحمد لله في نعمه من ربنا الحمد لله. الحمد لله على السلامه ومليون مبروك وانجاز هايل، وانا عارف ان انت والجهاز الفني كان نفسكوا في اكتر وكنتوا طمعين في اكتر وكنا نستحق اكتر، لكن قدر الله ما شاء فعل ورابع العالم دي انجاز ما لا يستهان به يعني. الاول مبروك للولاد ومبروك على مجهودهم، ده مجهود سنتين اشتغل معهم جهاز فني سابق وانا كملت المسيره تقريبا 3 اشهر في ظروف مش كويسه، لكن اراده الولاد كانت كويسه وهم عايزين حقيقي. الحمد لله انا شايف رابع مش وحش، لكن كنا طمعانين ان احنا نرجع بالميداليه وكان ده كلامنا مع الولاد ان احنا كل ماتش بناخده صفحه صفحه. صح كان كلامنا ده من مصر. احنا كنا واقعين في اصعب مجموعتين على مستوى المجاميع كلها، مجموعتنا فيها فرقتين بيلعبوا، كل المجاميع التانية بيبقى فيه فرقة واحدة بتنافس التانية مين هياخد أول مين هياخد تاني. تمام. فكان معاك التشيك فرقة لغوا جيل 2002 وبيعدوها ومخبيينها ولعبوا تصفيات أوروبا 2002 ولعبوا وطالعين من الملحق كويس بتاع 2004، فرقة قوية جدا، لكن سبحان الله الحمد لله يعني إن إحنا ربنا قدرنا ومجهود الولاد إنهم يكسبوا ماتش التشيك. كسبنا اليابان. ماتش ايسلندا كان ماتش فيصلي بالنسبه لنا، كان الناس فاكره ان الماتش عايد تحصيل حاصل. طيب نظام البطوله كان مختلف في السنه دي، او هو النظام الاصعب ان انت لازم تطلع الدور الثاني وانت محقق النقط على الفريق اللي صاعد معاك. الله يبارك في حضرتك. فاحنا كنا واقفين انت كسبان ماتشين، ايسلندا كسبانه ماتش اللي هي اليابان وخسرانه من التشيك. مظبوط. فكان ما عندهمش حل اللي هم لازم يكسبوك عشان يطلعوا معاك، بس لو كسبوك هيطلعوا باتنين بونت وانت تطلع زيرو. صح. معنى كده ان انت لازم تكسب البرازيل وتكسب اسبانيا. مظبوط. فماتش ايسلندا كان هو الماتش المفتاح ان انت تطلع للادوار اللي بعد كده. عشان كده الولاد الحمد لله استقتلوا في الماتش، وهم كمان ايسلندا ما عندهمش اي حل تاني غير ان هم يكسبوا. صح. وفرقه محترمه حقيقي. والماتش كان حلو قوي الحقيقه وكان سجال بيدنهم. صح. ركبوا علينا، جبنا الفرق كبير، ركبنا عليهم، جابوا الفرق، مشي الماتش كلوز لغايه نهايه المباراه لما خسرنا 3 اهداف. مظبوط. ده اراده الولاد عايزين يكسبوا. صح. ماتش البرازيل هو ده الحمد لله اللي ريحك ودخلك دور الثمانيه مستريح، لان انت طالع باتنين بونت. كسبت البرازيل بقى معاك 4، خسرت من اسبانيا، وكان ماتش اسبانيا ليه ظروف كبيره. حضرتك انت تحرق في على الفاضي وانت خايف ممكن عندك لعيب يتصاب اي حاجه تحصل، بتلعب ماتش عادي. صح. كسبت مش هيضيف لك شيء. بس الحقيقه كمان برضو احقاقا للحق والشباب اللي معايا قالوا الكلام ده، لا اسبانيا تقيله يعني في 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 سنه فرق مستوى. اقول حاجه صغيره بعد اذن حضرتك. اتفضل. الفرقه دي بقالها 4 سنين متجمعه منتقاه عن طريق خورخي اللي هو المدير الفني بتاع الفريق الاول. مظبوط. مغير عليهم 2 مدربين في خلال 4 سنين. الفرقه دي ما خسرتش ماتش لا ودي ولا رسمي في اي بطوله لعبوه من ال4 سنين. بسم الله ما شاء الله. مشروع بتاع اسبانيا. حلو. فالقصه كلها يعني ماتش الطبيعي تلعب ماتش عادي، لكن مش عايز تشمل موت نفسك يعني. الله يبارك فيك، لان الماتش مش هيضيف لك شيء، وبعدين الفرقتين اللي كانوا قدامنا هناك
ما بين المانيا وجزر الفارو. وانت فعلا انت فعلا كنت طمعان في جزر الفارو؟ حقيقي اسهل بالنسبه لي لما اجي العب عندهم لعيب واحد هو هداف البطوله جايب 87 جون. الفرقه دي طالعه اول مجموعتها كسبانه المانيا، كسبانه ايران، خسرانه من ايران، كسبانه السعوديه، كسبانه فرقه تقيله، وطلع حصان الاسود بتاع البطوله. تمام. الولد واحنا ماسكينه مان تو مان بيلعبوا علينا لعيب زياده اللي خرجه حارس المرمى. وانا قايل للولاد هو ده اللي هيحصل، لان انا لو وقفت له تحت الولد ما شاء الله، والولاد عندك يقولوا لك الولد عامل ازاي. يعني مش عارف، انا ما خدتش بالي قوي انتوا بتتكلموا عنه زي ما يكون ميسي يا لا لا حقيقي حاجه صعبه قوي كده. حاجه صعبه جدا. انا مدرب وبقول لك انت بتقعد تحلله عشان تجهز للمباراه. صعب ان انت تجهز للمباراه. المانيا جاي في مباراه المانيا 13 جون، عامل 11 اسيست، يعني 14 جون يعتبر جيبهم من 29 جون. 24 جون من 29 جون. طب انت حضرتك متخيل وانت ماسكه مان تو مان هو جايب 10 تجوان او 11 جون؟ ما شاء الله. طب ده كان دواء ايه؟ ده غز ولا ايه يعني؟ مش فاهم دواء لا إيه؟ لا خالص مستوى يعني كان الحل ان انت هتعمل ريسك. الريسك ده اللي هو ايه؟ طول ما انت مخليه في الجيم وبيلعب براحته، هو بيدخل وينجات والفراوده وهو بيشوط. طيب انت لما تحيده هو هتمنع نسبه 50% من الكلام دوت، امداد الوينجات وامداد الفراوده، بس ساعتها انت كده هتلعب ناقص. اوكي ما عنديش مشكله، ما هو كده بيجيب اجوان وبيساعد زمايله ان هم يجيبوا اجوان. فالريسك ان انت بس تفضل ثابت على الريسك اللي انت يعني ماشي عليه. ممكن الشوط الاول ما كانش الكلام ماشي مظبوط، الشوط الثاني الولاد ظبطوا وابتدت كور كتيره تقع منهم، ده اللي خلاك موجود في الجيم. مفهوم. فهي القصه يعني مع احترامي طبعا لكل الخبراء، ما شاء الله كل واحد بيقول رايه، لكن احنا اللي قاعدين في المطبخ واحنا اللي ايدينا في النار، اللعيبه دي اللي في الملعب وشايفه بعينيها. مفهوم. انت اللي بتقطع الماتشات قبليها وبتحلل الماتش واثنين وثلاثه وتقعد توري الولاد التقطيع. بس بصراحه ما اكذبش عليك كابتن وائل، احنا كلنا اتحرق اعصابنا واحنا بنتفرج على ماتش جزر الفارو ده، وبركه دعاء الوالدين فقط هو اللي ربنا ما رضيش بس يزعل. لا هو مش فقط، عشان اكون امين مع حضرتك، مش فقط اللي قاعدين قدامك دول وزمايلهم، هم اللي كان عندهم الطموح ان هم الاخر ثاني، عندهم يقين بالله وواثقين في نفسهم طبعا. بس لولا ان ربنا ما هو خد بالك ممكن يبقى جوايا الطموح يا كابتن وائل، وربنا ما يريدش الكره دي، ما الولد يبصيها صح وخلاص. ربنا بيديك على قد الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. النيات دي سليمه والناس دي بتجتهد، سواء جهاز سواء لعيبه. ربنا بيديك على قد اجتهادك، ما انت صحيح. ممكن تجتهد بس نيتك مش كويسه. قول لي بقى كابتن وائل، انا سؤالي اللي كنت بساله للشباب قبل الفاصل، والحقيقه انا عارف ان هم مش هيعرفوا يجاوبوا عليه. في عندنا حاجه في كره اليد المصريه على مستوى كل الاجيال، حتى في الجيل اللي حضرتك كنت بتلعب بيه والجيل اللي موجود دلوقتي في الفريق الاول والشباب والناشئين، احنا اللي بنضيع ماتشات بايدينا، احنا اللي بنهدي الفرق الثانيه. مش طبعا مش كل الماتشات، في فرق ماتشات ثانيه الفرق الثانيه تستحق، لكن احنا عندنا مشكله في الثبات الانفعالي، في الثقه النفسيه، في حاجه ممكن. انا مش عارفها. لا ممكن احللها لحضرتك على شقين. اتفضل. الشق الاولاني شق خبرات. خبرات ان انت حضرتك مثلا عندك زي البطوله اللي احنا رحناها في السويد، في عندك النرويج وايسلندا والسويد، تمام، هم بيروحوا بالاتوبيسات، يعني تلاقي اتوبيس طالع من هنا بفرقه متجمعين بيلعبوا. المسافات عندهم بسيطه والدورات عندهم كتيره والاحتكاك كتير جدا. فحته الرهبه وحته الخلطات بتنتهي او بتقل عن طريق المشاركات المستمره. انت عارف حضرتك احنا عشان نروح دوره زي ديت تكلفه الفريق عشان يسافر دوره زي ديت قد ايه؟ صح. متخيل في 2 مليون جنيه. متخيل صحيح. وطبعا يعني الامكانيات مش متوفره ان انا اعمل لهم دوره كل شهر. لا هقول الامكانيات متوفره. الاتحاد بيحاول بقدر الامكان، لدرجه ان هو عامل زي اتفاقيه ان حتى المستحقات الماليه للدول اللي احنا بنروح لها بتتسدد بالجنيه المصري مش بالدولار. طب هي عشان نقدر نشترك. مش هقول لك ايوه مفهوم ما عشان ابقى داخل بس في معمعه الكبار دي ومنافساتها. بالظبط. الماني بتاع الولاد بياخدوه بالجنيه المصري. لك ان تتخيل الكلام دوت. كل ده ليه؟ احنا لازم نحتك، لازم نشترك. انت بتلعب في السنه ما بين 10 و12 ماتش دولي، هما بيعملوه في شهرين. ده الشق الاولاني. ده الشق الاولاني وصعوبته. صح. وعلى الرغم من كده الاتحاد بيحاول يخلينا على طول في احتكاك. بدليل الحمد لله، الحمد لله ان احنا الدوله الوحيده اللي من بره اوروبا اللي بتنافس وبتخش المربع. بالظبط يا فندم، بالظبط. النقطة الثانية، أنت حضرتك ليه إحنا بنغفل إن أنت زي ما أنت بتقعد وبتحلل وبتبص على أخطاء الفريق اللي قدامك ونقاط القوة والضعف،
هم عندهم جهاز، يعني جهاز التحليل عندنا، عندنا الكابتن حازم تمام، هم عندهم سكاوتنج زينا بالظبط، بس لا هم بقى اكتر منا خبره، اكتر منا عدد في السكاوتنج. يعني مثلا هتلاقي واحد للحراس، لا بس بص للدفاع. يا كابتن وائل، لا انا طبعا انا متفق جدا 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 مع الشق الاول اللي انت قلته، ان ده سبب رئيسي في الخبرات وكثره المنافسات والاحتكاكات، وان هم السويد والدنمارك وبتاع بينهم شارع، لو راحوا النهائي هيلعبوا ماتش، ممكن عايزين ماتش ودي كل يوم تمام. لكن في حته ليها علاقه شويه، معلش اسمح لي، بالبعد النفسي. اتفضل. في انه احنا حتى على بقول لك على مستوى المنتخب الاول، مثلا ماتش اسبانيا ده لما كنا في ثالث ورابع الاولمبيات، احنا كنا ليدنج طول الماتش، لما بنوصل ان احنا نحس ان الماتش دانا لنا وفرق 4-5 لينا، هنا بنفقد السيطره، بنفقد ونبتدي نميل للاستعراض. لا مش فارق هناك، هناك هناك بيشتغلوا مكن، يقول لك انا فارق 5-6 احافظ على الفرق وادوس. اقول لحضرتك ممكن انت عندك حق بنسبه كبيره في النقطه دي، لكن هي اللعيب العربي او اللعيب المصري بالاخص لما بطمن عايز اجيب بقى، يعني بستعجل ان انا اجيب، بس اجيب بقى بطريقه حلوه بشويه استعراض ابين ان انا جامد. لا لا انت عندك 6 لعيبه في الملعب، فلما النهارده 6 لعيبه 3 منهم يحاولوا بدون الشغل الجماعي وكل واحد يخطا خطا، ادي انت اخطات 3 اخطاء صح، عقبال ما تيجي تصلح، ما انت الفرقه اللي قدامك خلاص كده عملت ريمونتادا دوره رمضانيه، انت بتلعب كاس عالم على اعلى مستوى صحيح من التجهيز. الكوره هي بتفرق في ماتش. طب انا هقول لحضرتك حاجه، ماتش كرواتيا بتاع الثالث والرابع والناس كلها شافت الكلام ده وكل الدنيا شافته. لا الماتش ده الحقيقه ما اقدرش الومكم فيه على حاجه. لا لا ياسين دخل في كوره، القانون بيقول رسمي ان اي احتكاك من الوينج المدافع مع الوينج المهاجم كارت احمر وضربه جزاء تمام. الولد داخل حاطط ركبته، ياسين الفيديو موجود معانا. ايوه فاكر فاكر. الحكم حسبها عكسي عليه. مظبوط يعني مظبوط. دي كره زي دي كره كانت إن مفصليه في الماتش. لا ما انا بقول لك ماتش كرواتيا انتوا عملتوه حلو الحقيقه وما اقدرش الومكم، وفي الاكسترا تايم مش كل ماتشات. لا لا بص بص يا استاذ تامر، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا موجودين والولاد دولت قاعدين على فكره بيمتحنوا. اللي احنا بنقوله والله يا كابتن وائل ان احنا فرحانين بكم جدا، واي حتى اي حتى ملاحظه، انا عشان كده كان اصراري ان هم، وحضرتك طبعا كان نفسي تشرفنا لولا الظروف، كان معلش اصرارنا انه تيجوا من المطار على هنا، علشان انا حابب ان نقول لكم شكرا وتسلم ايديك ومبروك وفي ظهركم في اللي جاي كمان، لكن طبعا دورنا كمان ان احنا نقول لكم على بعض الملاحظات، ده مش انتقاص من ادائكم ابدا ابدا، بس احنا نفسنا في الكمال اللي يحصل ان شاء الله في البطولات اللي جايه، عشان كده كل واحد بيقول لكم ملاحظاته عشان تبقوا احسن. طب انا هقول نقطه تانية يا استاذ تامر، للاسف معظم الناس في لغط في النقطه ديت، وللاسف ظالمين الولاد عندي في الفرقه بالكلام دوت. خير يعني كل الناس تتكلم تقول لك احنا حامل اللقب احنا بطل يا جماعه، ده جيل صح، جيل كان فيه 3 عناصر ما تواجدوش في العالم، ما تواجدوش في مصر قبل كده صح. واحد زي حسن قداح هداف كاس العالم، ما عندكش النوعيه دي من اللعيبه في المنتخب عندي ولا المنتخبات اللي قبل ولا اللي بعد. نعم. جون زي حميد احسن حارس مرمى في العالم يفرق نص فرقه. دودو وما ادراك ما دودو، ما شاء الله مظبوط، لعيب من تراث ثاني. بس والله بص بص يا كابتن وائل، طبعا مع احترامي للنماذج الثلاثه اللي انت قلتها، لكن هي مش 3، لانه انت عندك كوادر الحقيقه انا في رايي ما يخلوش، مش لازم هي لا طول قداح، ما انت عندك اكمل. طب النقطه عشان بس خد بالك، بس عشان الشباب دول لا يقلوا عن الجيل اللي فات خالص. لا انت بس هي كل بطوله ليها ظروفها وكل منافسات ليها ظروفها. بص يا استاذ تامر، انا عايز بس اوضح النقطه، انا ما بقللش من لعيبتي، انا بقول ان دي طفرات ما بتجيش على مستوى تاريخ مصر كله مفهوم. فبالتالي لما خدوا كاس عالم هم عنده 3 عناصر زي بلال كده، خد مثلا احسن وينج ليفت، لا ده خد هداف كاس عالم حسن، دودو احسن لعيب في العالم، حميد خد احسن جون في العالم، يعني في 3 عناصر وعند كل الفرقه طبعا القدرات الفرديه طبعا بتضيف وبتفرق. طيب انا عندي دي الفرقه دي ما عنديش الكلام ده، انا عندي الفرقه دي كلهم نجوم جماعيين صحيح، بدليل صحيح. ان انت لما جيت السكاوتنج الاخير الاحصاء بعد ما خلص كاس عالم، انت الفرقه الوحيده اللي مسجله بمعدل ثابت لكل مراكز الملعب. مفهوم. كل مراكز الملعب، ده يقول لك ايه؟ ان الفرقه دي جماعيه. صحيح، مش فرقه النجم الواحد، مش فرقه النجم الواحد. بالظبط بالظبط، حراس المرمى نفسهم مسجلين اهداف، فانت النهارده ما عنديش نجم، لكن كل الفرقه مع بعض نجوم. صح. ده كلام فالناس ظلمه الولاد دولت ان هم يقول لك انت حامل لقب وانت لا ما يلزموش طبعا، هم محققين انجاز ورابع العالم، او ان انت دخلت في السيمي فاينل والاربعه الكبار،
ده مفيش فرقه من بره اوروبا تحلم تقرب منه، فانجاز كبير. اسالهم يا استاذ سامر كده، فرقه المانيا اللي بتلعب على خامس وسادس لما كسبوا خامس عملوا فرح قد ايه؟ وانت لعبت خسرانين وبيعيطوا وبتشيلهم من الارض عشان واخدين رابع، والناس بتلوم عليهم ان هم بس. انا عجبني المشهد ده، لان ده معناه انه البطوله الجايه او اي استحقاق جاي مش هيلعبوا غير على ميداليا ان شاء الله. هو ده روح الولاد دولت، روحهم كده كان اتفاقهم ان هم يرجعوا بميداليا لبلدهم وليهم. صحيح. انا بحييك يا كابتن وائل. انا بحييهم. انا اللي بحييك وبشكرك انت وجهازك الفني والطبي والاداري وكل الناس اللي ساهمت فيه ان الشباب دول يوصلوا الرابع العالم، وان شاء الله اللي خير ربنا يشيله لنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا يا كابتن وائل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. العفو يا فندم. شكرا. ايه؟ ايه في بكره مالك بجد ولا ضرب؟ اه قطوش؟ في بكره ان شاء الله، بعد بكره يوم الخميس ان شاء الله. لا لا بس الدكتور محمد الامين حبيبي وانا متاكد انه هيظبطكم، مش بس بكره ماني واكيد في جوائز رابع العالم برضو حاجه حلوه وفيها قرشين حلوين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نختم. اللي جاي ايه؟ في حاجه جايه عندكم بقى تصعدوا في بطوله جايه ولا هتتسرحوا ولا انتوا ايه دوركم في ايه؟ انا من دلوقتي احنا باصين لكاس العالم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله فعلا باذن الله ان شاء الله المره الجايه ميداليا ان شاء الله. بجد ان شاء الله. ده امتى وفين؟ هي 2025 سلوفينيا تقريبا. سلوفينيا؟ آه. هي برضو اللي مواليد 2004؟ لا بس هتبقى شباب بقى مش ناشئين. هيبقى اسمكم ساعتها شباب. أيوة. اللي احنا خدنا فيها المره اللي فاتت برونزيه. ايوه ايوه صح كده؟ صح تمام. فعندكم ليفل هو ما ينفعش ننزل عنه بالظبط ولا ايه؟ برضه ان شاء الله. لا لا ان شاء الله ما ننزلش عنه عامة باذن الله. يعني احنا لسه في نفس ايوه يا ابني لسه في نفس الكاتيجوري يعني. وريد ال الجايزه؟ الجايزه ما خدناش ميداليه ناخد جايزه صح لحد ما تيجي الميداليه ان شاء الله المره الجايه. ثبتها عشان انس بس يظبطها. ايوه دي واحده كات عليها حلوه جميله. دي جايزه افضل جناح شمال في بطوله العالم في كرواتيا ان شاء الله بدل الميداليه بدل الجايزه دي ان شاء الله تبقى ان شاء الله في كاس العالم للشباب. لسه مش عارفينها فين ما اختاروها صح؟ سلوفينيا. سلوفينيا سلوفينيا؟ اه طيب دي بصة خير ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحييني وابقى معاكم في البطوله دي ان شاء الله. والله اشجعكم وننقل ونعمل بس وشغل عالي بس انتوا برضو تبقوا قد الايه؟ ان شاء الله. شرفت ونورتوا يا رجاله. شكرا ومليون مبروك. وما تزعموش في اي حد يقول له كلمه تضايق، خدوها دفعه لقدام عشان في سلوفينيا تحطوا صباعكم الاثنين في ايه؟ ان شاء الله. ايه عيب صح؟ على كاس عيب. شرفت يا رجاله مليون مبروك. شكرا. تصبحوا على خير، بكره حلقه جديده من اخر النهار.